حبا شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي احكي لكم عن عضلة البايسبس. ما دام كثير من الشباب بيشوفوني او بيشوفوا الاستوريات بلعبوا في الجيم وفي النادي. عضلة البايسبس يا كبار معناها بالعربي عضلة ثنائية الرؤوس، يعني لها راسين. خليني افرجيكم على الايباد شو بخبص. زي ما انتم شايفين هون على الايباد في لها راسين عضلة البايسبس، هاد راس وهاد الراس الثاني. هذا الراس اسمه الراس الطويل، وهذا الراس اسمه الراس القصير، يعني long head of the biceps و short head of the biceps. طبعا الراسين من وين بيجوا، يعني شو الاوريجن لهم؟ اثنين بيجوا من عضلة لوح الكتف اللي هي هاي العضلة اللي في الظهر. تخيلوا عضلة البايسبس بتيجي من عضلة لوح الكتف. وين بتروح عضلة البايسبس؟ بتروح على العظمة الموجودة في الساعد، بعرفش اسمها في العربي ناسي، بس الراديوس بالانجليزي، اللي هي وانت فاتح ايدك وتقول سبحان الله بتكون لبرا. يا شباب الراسين اللي هم الراس الطويل والراس القصير اثنين بتحدوا مع بعضهم البعض وبفوتوا عن طريق تندون، يعني عن طريق وتر بالعربي، وبيعملوا انسيرشن او بفوتوا على العظم اللي قلت لكم عنها، وعلى كمان مجموعة من الروابط اسمها البايسيبيتال ابونيوروسيس برضو الموجودة في الساعد. ما تعقدوش حالكم باللغة الإنجليزية، بس إنه بدي أقولكم إنه عضلة البايسبس في إلها راسين، راس طويل وراس قصير، وبنشأن من مطرحين مختلفين في عظمة لوح الكتف. اللي بده بالتفاصيل، طبعا الراس القصير بيجي من الكريكويد بروسيس اسمها، هذا الجزء اللي انتو شايفينه لقدام زي نتوء، والراس الطويل بيجي من إشي اسمه السوبراجلينويد تيوبركل، برضو جزء من مين؟ من عظمة لوح الكتف أو السكابولا. وهاي هي عضلة البايسبس، وزي ما شفتوا كمان بالفيديو شغل هاي انها تثني الايد لجهتك اللي هي فليكشن اسمها الحركة. شكرا لاستماعكم، نهاركم سعيد.